عدك حال والله عدك حال. أنا شاريد منك أنا وياك نبكي على أمنا فاطمة. شايف اللي يبكي على أمه؟ أنا ما أنخاك أنت عدك غيرك. وخل نبكي على زينب نبكي على مولاة الزهراء. آخ 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 ونين ونين أنا من تبكي أرتاح. أريد واحد يبكي. آخ الملا قالها بس هو ما حد بكي ما حد صرخ. يقول باب من جذوع وثقيلة وزن يا يما ولو هوت للقاع ترجلها رجل طبقة تعلم الحسن طبقة. وبعد وقام يعصرها الزنيم بحيله. بعد السوء عصر بتيل مصطفى وطقيه الظليل او نبت مسمار الحزين ما ينشلح او سقاط محسنها اللي ما يا تممت وصار من دم الصدر تغسيله صار من دم الصدر يا يوم يا يوم يا يوم يا يوم شريدك وصوتك يا يوم يا يا اللي قابلني وشوي على أمنا زهرة يا يوم يا يوم هلا لك في الأحشاء قبرون ليش ما عدت قبر مولاتي ليش ما عدت مزار مولاتي ليش ماكو مناير يا زهراء راضين حتى لو حجارات يا زهراء يا يوم يا يوم شريدك وصيح يا يوم يا من قلبك احرق قلبك وصيح يا يوم يا يوم اي ويشيح امير المؤمنين بالليل 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 سيدة نساء العالمين ما وراها مشيعين شيعها امير المؤمنين ودفنها الله يا هو المشيع مولاتي زينب تركض ورا الظهر امه فاطمه يما وداعت الله يا يوم عمرها 5 سنوات يما بعدني صغيره على اليتم يا زهره